الفنان مصطفى زاير. اهلا وسهلا فيك بمكاتب ميوزك نيشن. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لدعوتكم لي في مكاتب ميوزك نيشن. حضرتك اليوم تواجد بلبنان، خبرنا عن سبب زيارتك. والله الزياره هو لاجل عمل مجموعه لقاءات يعني فنيه، مقابلات شخصيه في قنوات فضائيه عربيه وهم في بيروت، لاجل التسويق اولا لالبومي اشرف بغدادي والاعمال الموسيقيه اللي عمل على قيامها في بغداد، اضافه الى يعني اتفاقات فنيه مهمه اعتقد للقادم لمصطفى زايد. البومك اللي حضرتك فضلت وقلت عنه عشق بغدادي هو البوم موسيقي اصدرته من تقريبا شي شهر، خبرنا عنه. عشق بغدادي هو مشروع ليس فقط البوم في مؤلفات موسيقيه، هو مشروع لأرشفة مناطق بغداد المهمه اللي الان بدات تنقرض وبدات يعني تتاكل من المكان. هذه المناطق جدا مهمه خاصه للعراقيين ولاهل مدينه بغداد. المناطق هاي تباعا هي الشارع المتنبي وسوق الصفافير وهو سوق النحاسين، هذا السوق اللي الان هو اصبح يعني شبه مفقود من الارض نفسها، والمدرسه المستنصريه، هذا المكان المهم اللي كان علماء الطب وعلماء الموسيقى وعلماء الادب والفن يعني موجودين في هذا المكان المهم، اضافه الى شارع المتنبي قلنا والحيدر خانه، هذا المكان اللي هو لطيله 100 عام مضت هو مكان خاص لصناع اله العود، الان يعني اصبح موجود فيها فقط صانع او صانعين وهم يعني صناع غير مهمين في صناعه اله العود، وهذا المكان شبه منهار يعني الحيدر خانه، اضافه الى كنا سوق الصفافير وشارع ابو نواس وعمل اسميته الف ليله بليله، والمتحف البغدادي هذا الصرح المهم اللي بنى منذ اكثر من 40 عام، الان من 40 عام لحد هذه اللحظه هو نفس المكان ما متغير منه اي شيء وحتى ما متطور، اسميت هذا العمل هنا بغداد. العمل الاخير هو اللي حمل عنوان الالبوم وهو حمل عنوان عشق بغدادي. عشق بغدادي هو لحكايه حب بغداديه بكل تفاصيلها بين مدينه تراثيه وبين مدينه معاصره، ويجمع هذه المدينتين هو هذا الحب، يعني اثنان الحرب بين هذه المدينتين ولكن يبقى الحب هو الشيء الوحيد الباقي. المشروع بحد ذاته يعني حاولت انه ايضا يكون في داخله كتيب، الكتيب يشرح عن كل عمل وعن كل مكان تناولته في الالبوم، ويكون هذا الكتيب يعني مترجم النبذه التاريخيه باللغتين العربيه والانجليزيه. العمل ايضا صور لقناه الوثائقيه وهي متخصصه بهكذا نوع من الاعمال. لاول مره انا اعتقد انه الموسيقى نعمل من خلالها دوكيومنتري خاص لتوثيق مكان، يعني ما راح يظهر اي صوت غير صوت العود وصوت الموسيقى. استخدمت ايضا لاجل ان ارشف شيء مهم جدا هو الالات الموسيقيه البغداديه في الالبوم، يعني آلة السنطور، آلة القانون، آلة الجوزة، الآلات الإيقاعية العراقية اللي هي النقارة والخشبة، جميعها ولكن وضعتها بإطار معاصر، يعني تسمع الإيقاعات العراقية، تسمع الأنغام والمقامات العراقية ولكن بأسلوب مودرن قليلا أو كثيرا، يعني لأجل أن الجمهور اللي يستمع إلى الألبوم يعني يشعر أنه ماكو يعني اختلاف، ما يسمع الى موسيقى كلاسيك جدا ولكن هي كلاسيك باطار مودرن جدا، يعني حاولت ان امزج بين الاساليب الموسيقيه الحديثه مع اله العود مع الالات الموسيقيه. الالبوم يعني هو انا اعتقد يعني اللي استمعوا اليه في بغداد من متخصصين من فنانين من سينمائيين يعني اعتبروه انه هو العمل الاهم الموسيقي ضمن المشاريع التي قامت بإنتاجها وزارة الثقافة العراقية لبغداد عاصمة للثقافة العربية. قديش هذا الشيء بيساعدك؟ والله انه هو مجهود اكثر من يعني تنفيذ اكثر من 6 شهور. الايام بلياليها يعني حتى اني الايام الاخيرة اللي للميكس انا كنت يعني في الاستوديو ابات يعني اكثر من 10 ايام. الميكس الخاص بالالبوم يعني حتى اكثر من 4 مرات، يعني نخلص نرجع نعيد يعني كنت غير مقتنع به. حتى يطلع بالطريقه اللي انت بدك اياها،
يخرج بالشكل اللي حضرتك بشوفه مناسب للأعمال. لكن الأعمال اللي أنا قمت بكتابتها منذ عام 2007 برصيدك حتى الآن ثلاث ألبومات. حكيت عن ألبومك الموسيقي اللي أصدرته مؤخراً عشق بغدادي، خبرنا عن ألبومين اللي أصدرتهم قبل، شو بيحملوا اسم وشو بيتضمنوا مقطوعات موسيقية؟ يعني الألبوم الأول كان عندما كنت طالب في المرحلة الثالثة في معهد الدراسات الموسيقية، يعني هو هذا أنتجت بشكل شخصي لأن مجموعة من الأعمال حبيت إنه يعني أدونها وأسجلها، وانتشر هذا الألبوم ضمن نطاق عازفين عود الشباب الموجودين زملاء يعني في بغداد ضمن الطلبة الموجودين في المعاهد الموسيقية. الألبوم مكون من 7 أعمال في وقتها، يعني اسميته جرحك يا موطني ضمن 7 أعمال. حلو اسم حلو. هو جرحك يا موطني وبلا وداع ولكلاك يا دجلة وإلى ناظم الغزالي وأموت حبا، مجموعة من الأعمال يعني في وقتها يعني أحبوها يعني العازفين هذول الشباب كثير، وانا حبيت انه في هذه الفتره انه يعني ما كتبت، انا بدأت اكتب مرحله مبكره جدا يعني مجرد بعد سنه سنتين بدأت اكتب موسيقى والف اعمال موسيقيه. بعدها تقريبا عام 2005 او 2004 قمت ب يعني اصدار الالبوم الثاني، وهو كان عباره عن حفل. للاسف كان ظروف البلد ما ممكن انه اقدم حفل، لا يعني ما ممكن نقدم حفل نهائي الظروف الامنيه حاليا تعمل حفل. فعملت انه سجلت هذا الحفل على شكل البوم واسميته بقايا ذكريات. بقايا ذكريات انتشر يعني حتى بدا وصلت الاعمال الى الوطن العربي عن طريق الانترنت، عن طريق المواقع الخاصه بالموسيقيين انتشرت بقى يعني اغلب اعماله، ضمن يعني عمل بقايا ذكريات و مؤلف بعنوان عيناك قدري، ومؤلف اخر بعنوان بلادي عمل غنائي بعنوان بلادي، وعمل شريف محي الدين حيدر، وعمل ارتجال في الموسيقى العربيه، وعمل من التراث العراقي اسميته بين اثنين، بين سيد درويش وبين عثمان الموصلي، عملين هناك عملين متشابهات لانهم التقوا في فتره، فحاولت ان امزج هذين العملين. إضافة إلى حبيبتي والليل إلى أم الربيع، يعني مجموعة من الأعمال انتشرت في هذا الألبوم يعني في وقت، ولكن ألبوم عشق بغدادي هو الأهم، لأن مثل ما خبرتك إنه أنا سجلت أكثر من 15 عمل، اللي كان في هذا الألبوم هو 8 أعمال فقط، وكلها بأسلوب معاصر وأسلوب حديث. هذا الألبوم إضافة إلى عمل مهم جدا قمت بتأليف وهو يحمل عنوان بلا وطن. هل يوجد جمهور للموسيقى والوطن العربي مثل الغناء؟ لا نهائيا، من الجمهور الغنائي كفته تكون اكبر من الجمهور الموسيقي، جمهور الموسيقى في العالم العربي هو جمهور نخبه، يعني عندما تقارن بين اي حفله موسيقيه واي حفله غنائيه راح تشاهد انه الجمهور الغنائي يعني عدده اكبر، كفته اكثر، تواصله مع مع حضور هذه الحفلات مختلف تماما يعني عن الجمهور الغنائي، عكس ما موجود في الخارج، عكس ما موجود في امريكا وفي اوروبا وفي كافه دول العالم في الخارج. تشاهد انه مثلا لحفل موسيقي تكون بطائق التذاكر الحضور للحفل قد نفذت قبل اشهر، وكل الاتفاقات مع الموسيقيين ومع العازفين من قبل سنه من قبل عام او عامين. يعني اذكر انه قبل وفاه الراحل الكبير منير بشير انه كان عنده تور في مجموعه من الدول الاوروبيه، مجموعه حفلات، جميع البطائق نزلت من قبل شهرين، ولكن وفاته حالت انه دون اقامه هذا اي يعني الجمهور الموسيقى. بتحدث انه منير بشير كان يعزف العود بشكل منفرد، ما وجود معاه مثلا جروب او فرقه او لا، يعزف العود بشكل منفرد فقط.
الفنان العراقي مصطفى زايد، شكرا لك على هيدي المقابله. شو بتحب توجه بكلمه اخيره عبر كاميرا ميوزك نيشن؟ شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم لي هذه المؤسسه المهمه، مؤسسه الميوزك نيشن. واتمنى كلمتي الاخيره انه يعم السلام على هذا البلد، واتمنى انه كل شخص تكون احلامه حقيقيه، انه يحقق احلامه ويشعر بالفرح من خلالها.